ما هي السلفية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سأحاول تقديم جواب منهجي بدقائق معدودة وليس جوابا يرضي السامع فقط. وحتى نفهم جواب هذا السؤال علينا أن نفهم الناحية التاريخية المتعلقة بالفرق. فبعد عصر النبوة أول ما ظهر من الفرق فرقة الخوارج، ثم تلا فرقة الخوارج فرقة الشيعة. طبعا الخوارج عندما ظهروا استقلوا بأصول تتعلق بالإيمان والكفر، ثم ظهرت الشيعة واستقلوا بأصول تتعلق بشخص علي رضي الله عنه، كذلك بأصول تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، إذ أنهم كانوا مجسما قبل أن ينتقلوا إلى مذهب الاعتزال. ثم بعد ذلك ظهرت الجهمية، والجهمية لهم أصول تتعلق بالإيمان وكذلك أصول تتعلق بالإيمان والكفر طبعا، وكذلك أصول تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. بعد ظهور الفلاسفة ظهرت الجهمية كردة فعل على الفلاسفة فاختلطت بالفلسفة. بعد ذلك خرج من رحمهم المعتزلة، المعتزلة كذلك لهم أصول تتعلق بنفي صفات الله سبحانه وتعالى وأصول تشبه أصول الخوارج بالتكفير. بعد المعتزلة ظهرت فرقة الكلابية، وفرقة الكلابية حاولت التوفيق بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة. بعد ذلك ظهرت الأشعرية، والأشعرية هي الكلابية لا تختلف عنها، والأشعري تاب ورجع إلى عقيدة أهل السنة، وبقي الأشاعرة على عقيدة الكلابية بل على عقيدة المعتزلة في كثير من المسائل. بعد ذلك ظهرت الفرقة الماتريدية، وهي فرقة شبيهة جدا بالأشاعرة إلا أنهم بينهم بعض الخلافات، كفروا بعضهم على أساسها لكن هي قد لا تعتبر من الأصول، هي خلافات يعني قد تكون غريبة نوعا ما لمن لم يدرس العقيدة سابقا. عموما ظهرت في الأمة فرق عديدة، كل فرقة تتبنى منهجا وتتبنى فكرا. فأهل الصلاح وأهل الاتباع قالوا كيف كان الصحابة على عقيدة واحدة؟ الصحابة بينهم بعض الخلافات، لكن هل اختلفوا في صفات الله سبحانه وتعالى؟ هل اختلفوا في أصل الإيمان؟ هل اختلفوا في أصل الكفر؟ لم يختلفوا في هذه الأصول العظيمة، لكن تلك الفرق كل فرقة تبنت أصلا جديدا وأحدثت أصولا جديدة. فجاء أهل الحق والاتباع فقالوا يجب علينا أن نفهم، طبعا قبل أن أقول ذلك، الفرق كل فرقة لها أدلة، يعني الذي ينفي صفات الله سبحانه وتعالى له أدلة يستدل بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والذي يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه يتخذ بعض الآيات وبعض الأحاديث ويقول أن هذه تعني أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق. الذي يأخذ بآراء الجهمية أو الجهمية مثلا الذين يقولون أن كل من عرف الله سبحانه وتعالى مؤمن أخذوا ببعض ظواهر النصوص، كذلك عكسهم الذين تساهلوا بالتكفير أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر. فكل فرقة عندها أدلة يستدلون بكتاب ويستدلون بسنة لكن بفهمهم هم. فجاء أهل الاتباع قالوا لابد لنا من أن نفهم الكتاب والسنة بفهم الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، بعد ذلك نفهمها بفهم تلاميذ هؤلاء الصحابة، من هم التابعون، يسمون التابعون الذين تتلمذوا على الصحابة. وبعد ذلك إن لم نجد كلاما عن الصحابة وكلاما عن التابعين نفهم بفهم أتباع التابعين يعني تلاميذ التابعين. لماذا اختير هؤلاء؟ أولا لشرف المعلم، فالصحابة معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون معلمهم معلموهم الصحابة، أتباع التابعين معلموهم هم تلاميذ الصحابة،
هذا أولا. ثانيا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم مرة أخرى. فقالوا لابد لنا من فهم الدين، فهم العقيدة، أخذ العقيدة من هؤلاء. كيف فهموها هم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة؟ كيف فهموها؟ نفهمها بفهمهم لا بالفهوم المحدثة. في بداية الأمر عندما ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة بدأوا يسمون الذين يأخذون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الآثار أهل السنة. لماذا؟ ما هي السنة؟ السنة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فسموهم، قالوا هؤلاء أهل السنة، أشاروا إليهم بأهل السنة لأنهم أخذوا واقتفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد برهة من الزمن، خاصة بعد ظهور الفرق الكلامية، الكلامية هي الفرق التي طورت الفلسفة لجعلها مصدرا من مصادر العقيدة، طورتها، ليست هي الفلسفة لكن أخذوا الأمور الفلسفية وجعلوها مناسبة لتكون هي الأساس في أخذ العقيدة للكتاب والسنة. طبعا هذه مسائل سنتكلم عنها بإذن الله إن يسر الله لنا بالتفصيل، لكن الآن ليس هذا مقام التفصيل. فبعد ظهور هذه الفرق الكلامية صاروا يشيرون على أهل السنة بأنهم أهل الحديث. لماذا؟ لأن أهل الكلام يأخذون من القواعد الفلسفية عقيدتهم، وأهل السنة يأخذون من الحديث عقيدتهم. طيب لماذا لم ينسبون إلى القرآن؟ لأن القرآن فيه بعض الآيات فسرتها بعض الأحاديث، فتمسك الأحاديث الصحيحة طبعا، فتمسك أهل السنة بالأحاديث الصحيحة فسموهم أهل الحديث. في الأزمان اللاحقة صاروا يستخدمون كلمة السلف، السلف الصالح. ما معنى السلف؟ الذين سلفونا. الصالح يقصدون به القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، صحابة تلامذهم وتلاميذ تلامذهم. فصاروا يكثرون من ذكر السلف الصالح، هكذا كان السلف يقولون، هكذا كان سلفنا الصالح يعتقدون. فصار يشار إليهم بأنهم سلفية، فأطلقت عليهم يعني هذه الصفة. في الزمن الحاضر الأيام هذه، طبعا الآن نحن إلى الآن فهمنا معنى هذه الكلمة ومن هم هؤلاء وما منهجهم. في السنوات الأخيرة هذه، يعني 10 سنوات الأخيرة، فرقة من الناس أتباع شخص معين، كان شخصا ثم صار شخصان ثم صاروا ثلاثة وتجزأت إلى فرق، سنتكلم عنها لاحقا. هذه الجماعات المتعصبة لأشخاص معينين صاروا يطلقون على أنفسهم هذا الاسم أو هذه الصفة، يدعون أنهم أتباع للصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فيقولون عن أنفسهم أنهم سلفية، أتباع للسلف. قد يوافقون، نعم هم يوافقون السلف في مسائل مثل الأسماء والصفات، لكن لا يوافقون السلف في كونهم السلف لا يتحزبون إلى أشخاص. وهؤلاء كما قلنا فرق معينة تسمى بالمداخلة أو تسمى بالرسلانية أو تسمى بالحدادية إلى آخر ذلك، نتكلم عنها في وقتها. هؤلاء ينتسبون إلى ذلك الاسم، هل هم على المنهج الذي على أساسه أطلقت صفة سلفية على فئة من الناس، هل هم على هذا المنهج؟ في الحقيقة لا. فإذا ليس مجرد الاسم أو مجرد تسمي بهذا الاسم أو مجرد إطلاق هذه الصفة من الشخص إلى نفسه أو من الحبيب إلى حبيبه يعني أنهم على هذا المنهج، لكن في الأصل هذه الكلمة تطلق أو هذه الصفة تطلق على أصحاب هذا المنهج، وهو منهج فهم الدين، فهم العقيدة، مسائل العقدية، وكذلك أيضا المسائل الفقهية بفهم القرون الثلاثة
الأولى. فهم في الأصل، أو هذه الكلمة في الأصل تعني أو تدل على منهج، وهو الأخذ من فوق للأخذ من تحت في مسائل الدين. أرجو أن يكون الكلام واضحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.